رجل ستيفن، فقط أعطيني فرصة. آسف يا بني، أنا هكذا أحافظ على حياتك. الجنرال باتو قال الحروب تخاض بالسلاح ولكن تربح بالرجال. أنت لا تريد الاستسلام، أليس كذلك؟ ألا أستطيع فعل هذا طوال اليوم؟ هدفنا هو إنشاء أكبر جيش في التاريخ. يجب أن أذهب معك. أعلم أنك تستضعف. هذه ليست لعبة، إنها الحرب. الجميع في الجيش يبدأ كرجل واحد. خمس محاولات في خمس مدن مختلفة، يمكن أن أعرض عليك فرصة. لا يكون النوع الأول من الجند الخارق. لماذا؟ لأنه من خلال رجل ضعيف يمكن أن نعرف مقدار القوة والطاقة. هذا لن يكون سيئاً. إنه بنسل. نحن سنربح هذه الحرب لأن لدينا أفضل الرجال. الآن سيد ستار. وسيكون بشكل شخصي حارس هتلر. أكثر قوة. اختباري سيكون بسيطا. من أنت؟ واحد من الكثيرون. عدوك ليس ما تتوقعه. لا أستطيع. لهذا السبب تم اختيارك.